اليوم وكان الراب مبدأ انعدام الأمن والأمن في الدولة، مبدأ ظاهرة التبشيرات كيف صار في الثورة، مبدأ نوضح لك خويا ليبي وركز على النقاط، كلام كبير وتفكيري مسلسل بأس الأبعاد، نشرح لك الفكرة ونبدأها من نقطة بعيدة، نرجع بيك وتاخذ مني المعلومة المفيدة، أصل الموضوع كان من الأمريكان، فكرة مدروسة خويا جت بتقسيم السودان، جت فكرة سياسية خوذة مني التحليل، دقق في كلامي وركز توا بنعطيك الدليل. مؤامرة مدروسة كانت بين أمريكا وإسرائيل، والهدف وصول لمصر واستيلاء أراضي النيل، هكي ثموها مصر خلاص راحت فيها، رجعني ليبيا توا نقسمها كيف ما نبيها، كيف يقسمها بيبدأ بالفتنة الأهلية، باش تبقى شرق وغرب وهكي المنطقة الشرقية، خلاص انضمت وهكي يقدر يخش لمصر من جنوب السودان وشرط ليبيا تم الحصر، مبروك عليك مصر ويرجع ليبيا توخير، وشن بيدير بيبدأها بالفتنة والتفجير. فشل 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 خلي الشعب يخاف، احرق 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 نهاية المطاف، اسرق 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 هالمال السايب، اقتل 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 وانضمي الكتايب، سكت الشباب ال 2400 وخلي المؤتمر يهف المعاملات النفطية، بالمليارات يهفوا بالمليارات، وسعر النفط وفلوسه ترجع لك مخدرات، خلا مصمومة لعبة مرسومة، عشان لما الشباب يضيعوا المسؤول ما تقدرت يومه، شباب ضاعوا خلاص للأسف هذا اللي صاير، ما بالي زرناها من الأول ثور فبراير، ونزلنا وضاع في عهد المقبور الشاب يعاني، ما تغيرش كيف عهدك كيف عهدي كيف وسيداني، تنور مكاني تنالي جبت الثورة، تينا ثاير من الثوار اللي قالبهم على الدولة، وريني شاب واحد في المجلس حتى لو على البنا، شاطري غير تصعدوا تعطوا في أصواتكم العتحنة، كملتوها كذب ودولوا صهران اغتيالات، في كيف صار ما شفتش منكم حتى واحد مات، في هاي انتو درتوها علي اسف نزاها، بيشوف بيني نظفتكم خزي علي فوقاها، ما فيش الا رئيس الارقام بس عبد الفتاح، تينيش هو الوحيد من اول اغتيال طاح، علي شغلوه لانه حق في الجبهة، خدمك قلب ورب وما فكر انه يسيبها، وانتو صدقتو خاطي سرقة والاعلام السايف، تقولوا شفافية والمذيع مازال يبلو خايف، تتحولها قناة الخيمة باربع صوابع، ما تقدر تحولها المؤتمر بروح يتابع، يتابع فيها بالفتنة هكي يبوها، من كثر فرحتهم بيها لين قريب يدعموها، ما هيش بعيدة والله مش بعيدة، لو كان تقلبش على الامر تلقى حاجة اكيدة، البلد باعوها ما تبيهم يدعموا قناة، تخلك ساكن سادك غير الظلم والمأساة، صوتها يا زايد طلع لك بالعزل السياسي، باش تقعد للمساحة ويطفى للكرسي الرئاسي، نصوت دم الشهيد وكلمة ما يمشيش هباء، شاكين بالخارج بس قدم الطاعة والولاء، دي مؤتمر ما ينسجم الا لما يسمعها، ما يمشيش هباء معناها جريمة هو صنعها، صنعها بكل افعاله، ولا حتى السكوتة خطف قتل سكة تفجير، سجل عنه وتفوتها، مؤتمر وطني اسم ماهوش علي مسمى، في وين الوطنية خسارة هو اللي ناشر سمى، قتل القنصل الامريكي سيناريو جو الافلام، لعبة ملعوبة ما بين الاعوان وبين الازلام، خلينا نقولوا انصار الشريعة وهكي تبان، كيف اللي ارهاب وامريكي يديروا انزال، قالوا خرجوا من تشاد، قالوا خرجوا من السودان، قالوا خرجوا من النيجر، ما يهمش من اي مكان، يخرجوا منين ما يخرجوا غير من انت الحدود، اما دخل البلاد من شهرة كسود في الموجود، قاعدين احرار بلادي ما يخطلوها، يفتوها بالدم ليبيا سقع عن امريكان يخرجوها، وموتوا فيها بلادي موتوا عليها، وربي الكعبة ليبيا ما تموت دبلنا بنغازي فيها. مؤتمر كم من شهيد استشهد، نذكركم يا مؤتمر كان كم نسين المشهد، نذكركم يا مؤتمر بالمفقود اللي راحوا، نذكركم يا مؤتمر بالجرحى واللي ضحوا، نذكركم يا مؤتمر كم من ابن انتي يتم، نذكركم يا مؤتمر كم من صاحن تحطم، نذكركم يا مؤتمر كم امرأة ارملت، نذكركم يا مؤتمر كم من جيزامة كملت، نذكركم بالجريح اللي قريب يجيف، ولا بولد المسؤول اللي في ماليزيا سيف، نذكركم يا مؤتمر بالشيخ المفتي الفاضل، نهاجي زيت لجانب والشاب اللي بيعاطل، نذكركم يا مؤتمر شن صار في جامعاتنا، عطوا فلوس للشباب يجاب وزير سرو بناتنا، نذكركم يا مؤتمر كان كم ناسين الجرحى، نذكركم كم عائلة ليبيا ناس يا فرحة، نذكركم يا مجلس كم ساير يده مقطوعة، نذكركم يا مجلس كم ساير رجله مبتورة، نذكركم كيف عايشين أصحاب الدخل المحدود، نذكركم يا مؤتمر كيف مفتوح الحدود، نذكركم
والتهميش. نذكركم يا مؤتمر بنقولك وين الجيش ونزيد نذكركم بانعدام الامن والامان. نذكركم يا مؤتمر بالقسم والحلفان. نذكركم يا مؤتمر بنقول وين الدستور. نذكركم بالكرسي وباللي صاير للمقبور. نبني كلامي تحيه شكل للصاعقه على كل اللي بذلتوا على المجهودات الفائقه. الله يحفظكم خوتي الله يحفظكم. ندعي للخلق ربي السلام ديما مرافقكم.